كواسطة عقد ثمين تبدو تطوان على صدر جبال الريف مرصعة باللون الأبيض، لون السلم والياسمين. بالحمامة البيضاء لقبت المدينة، باسطة جناحيها للزائرين، تستكنه الماضي الدفين لتفصح عن أخبار الغابرين. أخبار بين السطور كتبت عن أسلاف طمست بتمودة المطمورة، وكائنات وجدت رفاتها بكهوفها المغمورة. لكي يكتسي أي تجمع سكاني طبع المدينة يستلزم المرور تدريجيا عبر مراحل متعددة، على عكس بعض المدن التي تؤسس خصيصا لأغراض سياسية أو اقتصادية على يد زعماء يحتفظ التاريخ بأسمائهم. وتطوان نموذج المدينة التي شيدت من طرف أهلها وتطور عمرانها على يد ساكنيها عبر امتداد تاريخهم الطويل، وهي مثال المدينة التي نمت شيئا فشيئا منتقلة من الحياة البدائية إلى البداوة فالتمدن. على بعد حوالي 4 كيلومترات غرب مدينة تطوان وعلى الضفة اليمنى لنهر مارتيل، كشفت الأبحاث الأركيولوجية عن بقايا مدينة أثرية قديمة. وسط هذا السهل الذي اكتسب خصوبته من محاذاته للنهر، عثر على نقيشة لاتينية وقطع نقدية تحمل اسم تامودة، وهو الاسم الذي أطلق على هذه المدينة اعتبارا لما تدل عليه الكلمة في اللغة الأمازيغية. فتامودة قد تكون مشتقة من تامدة الدالة على البحيرة أو المستنقع العميق. قلت لك احنا نعرفو تامودة، نعرفوها أرض لا تنحرط، ما عدا البرج واحد كان باقي يظهر الذي كدنه عاليها وباقي عند الجهن عند الود. هذا كان داهر فيها، والتباقي كامله ارض كانت انحرت. ومن اللي جاوا النصارى دابا عرفوا التاريخ ديالها وعرفوها تما كانت مدينه او لا كذا، اشتروها من مواليها، اشتروها من مواليها بشي 1000 ريال من المترو، اشتروها بريال من المترو، اشتروها من اللي يبداو يشتروها، بداو اللي يقوا فيها 3 شهور ديال الخدمه في العام. بحال ذا الوقت هذا الصيف ماشي قرب يدخل الموسم الصيف، كان يقف فيها الخدامة يجي 20-25 حتى 30 ديال الخدامة المغاربة، ايه 3 شهور. ايوا من اللي يدن قبل 3 شهور عاو يرفدو يمشيو بحالهم، عاو دارت السنة أخرى عاو كذلك. هو مثال كيف الموسم العام هذا قاو الخدامة قاو ما يدفعوني، حتى بداو يظهروا ديك الأثار ديك الحيوط والديار وهذيك، لا يظهروا لا يبقاو يحفروا ولا حتى من اللي يجبروا الحيط لا يبقاو هابطين معاه حتى اللي يوصلوا للقصه ديالو. يعتبر كتاب التاريخ الطبيعي لبلينيوس الشيخ الذي توفي سنة 79 للميلاد أقدم نص ذكر مدينة تامودة، وقد ورد عنه أنها كانت تطل على نهر صالح للملاحة يصل المدينة بالبحر الأبيض المتوسط، وعلى ميناء لم يبق له أي أثر اليوم.
وتبرز البقايا الأثرية التي عثر عليها في هذا الموقع المستوى الحضاري الرفيع الذي بلغته هذه المدينة خلال القرنين الثاني والأول قبل الميلاد. ويبدو ذلك بجلاء في طريقة تشييد مساكنها المتعددة من حجارة سميكة مصقولة تطل على شوارع واسعة متعامدة، وفي كيفية تصريف المياه النابعة من الجبال المجاورة وإيصالها عبر قنوات جوفية. هذا الموقع عرف مرحلتين مهمتين، أولا مرحلة كمدينة يعني بونيقية ما قبل رومانية، ويعني بأسواره وبعد المرفقات الاجتماعية والاقتصادية، ويعني تعود إلى القرن الرابع ما قبل الميلاد. هذا الموقع يعني في فترة رومانية تم هدمه وإنشاء مركز يعني تمركز عسكري مربع الشكل يعني بأربعة أبواب، وله كذلك أبراج للدفاع درعه 80 متر، وتم تدشين يعني بناؤه يعني تأسيسه في القرن الخامس بعد الميلاد. ومما ساهم في نموها وازدهارها السريعين موقعها الاستراتيجي، فتموضعها بين جبال الحوز شمالا وبين المنحدرات الأولى لجبل كلت جنوبا مكن السكان من العمل على بناء وتطوير مدينتهم في مأمن من المخاطر الخارجية. إلا أن زمن الأمجاد قد ولى، فاستسلمت مدينة تامودة لسبات عميق تحت الأنقاض، إلى أن أيقظتها مجارف الأركيولوجيين لتبوح لنا ببعض أسرارها وتكشف لنا عن بعض خباياها. خلال الحفريات التي أقيمت بالمنطقة تم اكتشاف نقيشة صخرية تؤرخ للمرحلة الأخيرة لتامودة، حيث كانت المدينة ضحية حرب أسفرت عن موت آخر ملوكها الأمازيغ ماسينيسا في القرن الثاني قبل الميلاد، واجتياح جيوش روما لها لتصبح بذلك مستعمرة رومانية حتى حدود القرن الخامس الميلادي، حيث تم إخلاؤها نهائيا. كل اللقى التي تم استخراجها من بين الحطام من أواني خزافية وبرونزية، إضافة إلى تماثيل ونقائش وقطع نقدية، أودعت المتحف الأثري بمدينة تطوان لتزيد رصيده الأركيولوجي ثراء. توارت تامودة وتداعت بتواريها الحيطان، وجثم على صدرها الموت والإهمال، فصارت أرضا خرابا تكتسيها الوحشة والنسيان، لكن قلبها لا يزال ينبض بالحياة، وآثار حضارتها لا تزال تنعكس على قبائل جبال الأبية، وصدى تاريخها سيظل يتردد بين ثنايا الجبال المجاورة. هذه الجبال التي كانت مأوى لحضارات بائدة فسحت لنا الطريق فاتحة أمامنا أبواب إحدى معاقل التاريخ، إنه كهف تحت الغار. يقع كهف تحت الغار بجبل بوزيتون على بعد حوالي 10 كيلومترات جنوب مدينة تطوان. كجل المغارات يتواجد هذا الكهف بمنطقة كلسية، حيث حفر بفعل تسرب مياه الأمطار إلى باطن الأرض عبر شقوقه الكلسية المنفذة.
يمكن الولوج إلى هذه المغارة بدون جهد أو عناء نظرا لاتساع مدخلها وسهولة مسالكها الأولى، إلا أنها تزداد صعوبة كلما زاد التوغل إلى أعماقها. نتجت هذه التضاريس المتمثلة في المغارات والكهوف عن ذوبان الصخور الكلسية الكربوناتية تحت تأثير المياه المحملة بثاني أكسيد الكربون، وهي ما اصطلح على تسميتها بالأشكال الكارستية. إن المياه المحتوية على نسبة من الغاز الكربوني تنفذ عبر الصخور الكلسية إلى داخل الأرض، فتحمل معها الكالسيوم والكربون اللذان يضمهما الكلس. خلال التقاء القطرات النافذة بالحيز الهوائي الذي يفصل سقف المغارة عن أسفلها، تتخلص من الغاز الكربوني عن طريق التبخر، فتحتفظ بكمية من الكالسيت التي تلتصق بجدار المغارة أو تسقط على أرضيتها لتكون هذه الأشكال التصلبية المختلفة الأحجام والألوان. أما تفاوت أحجام وأشكال هذه التصلبات فراجع إلى التيارات الهوائية داخل المغارة، وإلى سرعة وحجم وارتفاع الماء المتدفق من الأعلى، وإلى جملة من القوانين الميكانيكية والفيزيائية. كل هذا أضفى جمالية على المكان لتجعله في مصاف أحسن المغارات المغربية. لا شك أن هذه المغارة بأشكالها وتماثيلها المختلفة خلقت لدى الإنسان منذ غابر العهود تساؤلات عن القوى القادرة على هذا الخلق والإبداع، ولا ريب أنها ولدت في نفسه خوفا دفع به إلى تقديسها وإجلالها. لكن عدم توفر أي دليل مادي على أن مغارة كهف تحت الغار كانت مقرا لممارسة الشعائر الدينية لم تثن عزم الباحثين عن القيام بدراسات حول ما إذا كان الإنسان قد استقر بها في عهود ما قبل التاريخ. الحفريات التي قام بها الباحث الإسباني لويس ميغيل دي تاراديل سنة 1956 داخل هذه المغارة أسفرت عن تواجد الإنسان بها منذ ما لا يقل عن 10,000 سنة. ثم جاءت بعد ذلك دراسات المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث المغربي لتؤكد أن الموقع عرف فعلا حضارات جد قديمة. كانت أولها حضارة الإنسان الإيبيروموريزي والذي عاش هنا منذ حوالي أكثر من 10,000 سنة خلت، والتي وجدت بقاياها على المستوى الأدنى من المغارة. تلتها الحضارة الكارديالية التي عرفها المكان ما بين 1700 و400 قبل الميلاد.
Donc après cette civilisation cardiale, nous avons une troisième civilisation. بعد الحضارة المسماة بالكاردياليه ستعرف المغارة حضارة ثالثة هي الحضارة الجرسية أو ما اصطلح على تسميتها بحضارة عصر النحاس. امتدت حقبة استقرار هذه الحضارة بالمغارة فيما بين 2600 و1800 سنة قبل العهد المسيحي. أهم ما ميز هذه الحضارة إنتاجها ولأول مرة في تاريخ الإنسانية لأدوات معدنية، كما اكتشفنا في هذه المغارة بعض الأدوات النحاسية، رغم قلتها فهي ذات أهمية نفيسة لكونها تمثل أولى الأدوات النحاسية التي تم صنعها بالمغرب. تبرز هذه الأدوات على شكل فؤوس صغيرة وأسلحة متنوعة، خاصة النبال النحاسية أو ما يسمى برؤوس باميلا، والتي عثر عليها بكثرة في أوروبا الغربية، وهي تشبه إلى حد كبير ما تم اكتشافه بكهف تحت الغار. الحضارة الرابعة والأخيرة التي عرفت استقرارها بمغارة كهف تحت الغار هي حضارة العصر البرونزي. تتميز هذه الحضارة بصناعاتها الخزفية المشهورة، مع ظهور ولأول مرة لأواني خزفية ذات قيعان مسطحة ومستديرة. نفس الأواني تم اكتشافها في مواقع أثرية بأوروبا، ويعود عهدها إلى العصر البرونزي. لسوء الحظ لم نتمكن بعد من العثور على أدوات من البرونز، ولا نزال لحد الآن نجهل سبب ذلك. وتستمر رحلة المستغورين عبر ممرات ودهاليز كهف تحت الغار. إن تعدد الألوان هنا ناتج عن تفاعلات كيميائية تصدر عن التقاء الماء أو الهواء بالمعادن، أو باحتكاك المعادن فيما بينها، وقد تكون ببساطة نتيجة اتخاذ الماء لون المواد التي صادفها عبر رحلته. في هذا البهو الفسيح عثر على بقايا عظمية لحيوان استدل من فكيه على أنه عاشب. لا شك أنه هيكل عنزة جرفها السيل إلى الداخل. بعض الكائنات التي تعيش بهذه المغارة تساهم في تفكيك وتحليل هذه الجثث التي تتغذى عليها، ومن بينها هذا النوع من مفصليات الأرجل المعروف بأم 44، وهي دويبة ذات أرجل عديدة تفرز سما يمكن أن يشكل خطرا قاتلا للإنسان. إضافة إلى حشرات لاحمة من غمديات الأجنحة تعيش هي الأخرى في هذا الظلام الأبدي، وتهتدي في سيرها بقرون للاستشعار وبعض الأجزاء الحساسة من جسمها. لاستكمال معارفه يستعين علم الاستغوار بخبراء في مجالات أخرى متعددة، شأنه في ذلك شأن سائر العلوم، إذ تتداخل فيما بينها لتصل إلى معرفة شاملة وحقيقة ثابتة. لذا فالعينات التي يلتقطها المستغور يعرضها على مختصين في ميادين عديدة كالكيمياء والبيولوجيا وعلم النبات والحيوان. غالبا ما تكون المغارات مظلمة ورطبة وشديدة البرودة، وغالبا ما تكون مسالكها ضيقة تستدعي الصعود تارة إلى أماكن مرتفعة وخطرة، أو الانزلاق تارة أخرى عبر منحدرات عميقة ولزجة. الشيء الذي يتطلب تجهيزات خاصة بالاستغوار من ألبسة واقية وإنارة وحبال وأدوات للنزول والصعود.
كما يتطلب روحا رياضية جماعية ولياقة بدنية عالية. حب المستغورين للمغارة وتعطشهم للمزيد من الاكتشافات جعلهم يتوغلون إلى هذا القعر العميق. من قاع هذا المنحدر ومن بين بقايا خزف وعظام وأدوات ملفوفة بالوحل انتشل فك بأسنان مثيرة للانتباه تبدو أنها لحيوان ضخم، ربما تكون لدب من فصيلة تلك التي كانت تعيش بالمنطقة. On a trouvé في الفون on a trouvé les fragments d'ours هادو باسكو جون شاسي لورس اوسي يلون شاسي اون ا با دي فاز. بالمعهد الوطني لعلوم الاثار والتراث تم التاكد ان هذا الفك هو بالفعل لدب كان يتخذ من المغارات مضجعا لسباته الطويل. جون شاسي لورس اوسي يلون شاسي انه دب المغارات. بالرغم من فكيه القويين وأسنانه الكبيرة المذهلة فلم يكن دب المغارات حيوانا لحما من الدرجة الأولى، بل إن نظامه الغذائي كالدب الأسمر الحالي يعتمد بالخصوص على الأسماك وعلى درنات وجذور النباتات، لكنه كان كبير الهالة ضخم الجثة قد يتعدى وزنه 300 كيلوغرام. ومنذ القدم كان الإنسان جاره وعدوه اللدود يطارده ليتخذ من عرينه مسكنا ومن لحمه طعاما ومن جلده وفرائه لباسا يقيه شدة القر شتاء. في هذا الجناح من المتحف الأثري لمدينة تطوان تعرض مجموعة من اللقى التي تؤكد أن كهف تحت الغار كان مأوى للإنسان حين كانت الفونة المغربية غنية ومتنوعة. فهل يستطيع هذا الإنسان الذي يقف اليوم مشدوها حائرا أمام عظمة هذا الإبداع مستحضرا كل الحضارات التي تعاقبت على المكان أن يلم شتات الماضي ليحيك منه تاريخا تتوارثه الأجيال؟